يا واحدا في ملكه ليس له أحد. ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد، لا أنت بمولود ولست بوالدا، ولا لك في الورى كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ليلة وداع فقيدا قبيلة العببدة بجمهورية مصر العربية، وعائلات وأسر العوامرة بجنوب بورسعيد، زوجة الحاج سالم سليمان عامر، عميد قبيلة العبدة بجمهورية مصر العربية، والتي أسأل ربي جل وعلا أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذلك القارئ الشيخ عصام الظهري الحاصل على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية بمدينة بورسعيد، فخر قراء محافظة الشرقية والمقيم بالظواهرية، مركز منشأة أبو عمر، ندعوه الآن إلى منصة التلاوة سائلين المولى جل وعلا له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله والله خير الماكرين.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا تبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله
ومطهرك من الذين كفروا وغير الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إذ قال ومطهرك من الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما أنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا وما لهم من ناصرين وأما الذين الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتنين فمن فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا ونساءنا ونساءنا
أنفسنا وأنفسكم ندعو أبناء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله إن وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا تعالوا وبينكم
ألا نعبد إلا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا
لم تحاجون في إبراهيم وما أفلا تعقلون ها فلم تحاجون فيما ليس لك به علم والله يعلم وأنتم لا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما يا أهل الكتاب لم تحاجون في لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا أفلا تعقلون
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به والله يعلم لا تعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين إن الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إن الذين آمنوا وهذا النبي والذين آمنوا والله صدق الله العظيم.
وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم القارئ الشيخ عصام الزواري الحاصل على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم العالمية بمدينة بورسعيد، أحد عمالقة التلاوة بمحافظة الشرقية والمقيم بقرية الزوهرية مركز منشأة أبو عمر، كما يتقدم الحاج سالم سليمان عامر عميد قبيلة العببنة بجمهورية مصر العربية وأنجاله الكرام الحاج سليمان سالم سليمان عامر والحاج محمد سالم سليمان عامر والحاج ناجح سالم سليمان عامر والحاج حميدان سليمان عامر بخالص الشكر والعرفان لكل من واساهم في هذا العزاء.